السلام عليكم الاخوان، صباح الخير. كنتمنى كاملين تكونوا على خير وبخير. المهم فيديو خفيف ظريف، غادي نوريكم واحد الكوفر الكتريك. الكوفر الكتريك ها هو، باش يبان لكم مزيان بهاد لي لومب. انا غادي نشرح لكم كل حاجه شنو هي. المهم الاخوان، هذا كوفر الكتريك ياك. هادو كيتسموا لي غولوط اللي كنديروا فيهم، كيدوز فيهم الشوماند كابل. هادو 70 غولوط كيدوز فيهم الشوماند كابل. المهم في لي كومبوزون الكتريك ديالنا عندنا ديجونكتور برينسيبال، ريبارتيتور، بورت فيزيبل. هادو لي ديجونكتور 4 بول، هادو 2 بول، هادو تما 2 بول. المهم هادو كيتسموا لي بورن، في كيكون لا ليمو في كيهبط لي سارشي ديالهم. انا نشرح لكم كل حاجه شنو الدور ديالها. هادو لي لومب ثلاثة، ما حنا خدامين هنا بالتريفازي، كيعطيونا هادو كيتسمى بريزونس طونسيون. هادو الا كانوا لي لومب شاعلين دونك راه 3 فاز عندي خدامين واصلين مزيان. الا طفات شي وحده دونك راه شي فاز ماشي هو داك، ما راه مروبيرين بلي كولور. ها هما لي كولور هنايا، فيغ و جون و روج و البلور ديال النادر. المهم لونطري كتجيب ديما من التحت، كتعطي في البداية ديال الديجونكتور ياك. من الديجونكتور الصارتي ديالو كيعطي الريبارتيتور. هذا الريبارتيتور الدور ديالو هو التوزيع، كيوزع لي فاز. باش انا غادي نبقى ناخذ بزاف ديال المخارج ونديهم لي ديجونكتور، كيجيني ساهل ناخذ من الريبارتيتور. كنعطي الريبارتيتور نبقى ناخذ منه ونوزع فين بغيت. المهم هاد بورت فيزيبل هو اللي كيعطي سميتو لي بريزونس طونسيون. كناخذو 3 فاز من هنايا وكندخلوهم هنا، وكناخذو السورشي ديالهم وكنديهم هنايا باش الى طاح لينا شي هاد البورت فيزيبل. الدور ديالو هو البروتيكسيون، باش الى جا الكورون طالع بزاف ولا شي حاجه كيتضرب لينا غير فيزيبل. صافي كطفى لينا البورا هنا كنمشيو نعرفو ديريكت. فهاد الوسطانيه راه كنمشيو للثالث على حساب الكولور. طفات لينا البورا اللي فيها الغوج، راه كنمشيو للغوج كنبدلو الفيزيبل. هادو لي بور لي صورتي هنايا. شي هاد جود بار اللي كدار لا طير الجود بار. والاخوان اللي كان شي حاجه جديده غادي نوريها لكم. راه نورمالمون بغيت نصور لكم فيديو كامل وانا خدام فيه من ا حتى زد، ولكن راه انتير بيت بدا خدام كتكون الحظيه شويه. المهم كاشي جديد غادي نوريه لكم ان شاء الله.